السلام عليكم. هذه 208 خارجها من لا ميزون، فيها هاد السياج بالتوب، غادي نبدلو لها ان شاء الله بالجلد في الزرق، ولا بغا في الزرق. انت كيف كتشوفوا الا كنديروا التراساج هنا دابا حاليا، فوالا كيفاش كانت الداخل ديالها، كيفاش الكرسي باقي في الطوموبيل، فوالا الزواقه كيف كانت. المهم الجلد مزيان، فوالا خوت هذه 208، فوالا حنا حيدنا الكراسي، كلشي محيد غير ديال الشيفور باش اللي بغينا نحولوا السياره من مكان لمكان. باقي كنديروا اطلال على الكوزان، هذا التوب كان جا في الوسط على حساب هذاك الكري غيكون فيه تاول الزرق، والوسط غيكون الزرق، وفي جناب غيكون من النوار. ولا باقي كنوريكم الكوزان، ولا ها النتيجه غادا تبان دابا، النتيجة باش كتبان، ورا كيف كتشوفوا الخيط في الكري، الكري مفتوح، الصالون ديالها بطبيعة الحال بقى هو هو، يعني درنا فوق منه، يعني انت لا بغيتي ترجع الهوز ديالك يرجع، فوالا الخدمة كيف كتشوفوا، داكشي متقون، وتا لا بغيتي ترجع داكشي كيف كان يرجع عادي، فوالا هو الصالون دابا راكب كامل. كل شيء كامل، الروبوستات هما راكبين، كل شيء طلع امبيكابل، ما كاين حتى شي ايرور، ما كاين حتى شي مشكل. ايوا اللي بغى شي حاجه مرحبا، راه التليفون راه هو تما مرحبا به. المهم الخدمه راه كتستغرق حوالي تقريبا ما بين 3 ايام 4 ايام باش كتكون الخدمه متقونه. والجلد هذا حتى الجلد فيه النوعيه اللي فيه اللي مزيان، وفيه اللي بين وبين، وفيه اللي ناقص. فوالا الفيديو غنلوحوه في يوتيوب، يلا تبارك الله عليك.